طيب تعالوا نروح لمباريات الدوري النهارده، والبنك الاهلي والاسماعيلي تعادلا ايجابيا 2-2. تقدم البنك الاهلي بهدفين في البدايه او في الشوط الاول، شوط اسامه فيصل سجل في الدقيقه الثانيه من الشوط الاول، وبعد كده ياو النور سجل في الدقيقه 75. يعني بتتكلم 75 دقيقه البنك الاهلي متقدم بهدفين دون رد، والامور رايحه لفوز للبنك الاهلي. الاسماعيلي بفضل ايريك تراوري قدر يسجل الهدف الاول في الدقيقه 80، وعشان المباراه تكمل اثاره قدر عمر الساعي يسجل هدف التعادل للاسماعيلي في الدقيقه 6 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، الدقيقه 96، علشان تنتهي المباراه بالتعادل الايجابي 2-2 في مباراه كانت مثيره جدا.